نشوفوا البطل العالمي زكريا الزكار واستفدنا بزاف من الحركات اللي كان كيلعب معاه. حافز الشباب ديال اقليم كرسيف منفخره الساكنه ديال كرسيف لان ابناء ديالها ابطال عالميين ماشي محليين ماشي وطنيين بل عالميين، وبالتالي هذه كتولي تولي الانسان بمثابه سفير ديال البلاد في اوروبا وفين ما مشى في المحل. هذا هو المنبع ديال الفخر ديال الاقليم ديال كرسيف والاعتزاز ديالو بكم، وهذه مناسبه حنا اختاريناها باش نعبروا لكم بطريقه مباشره على الافتخار ديال الساكنه ديال كرسيف ولا المسؤولين ديال كرسيف اننا نحتضنكم ونستقبلكم هنا، ودعوه اننا لكم اننا يكون عندنا في اطار الزيارات مقبلا ان شاء الله سنويا نديروا واحد مناسبه تكون سنويه ديال كيك بوكسين. هذا سامبول ديال البطوله وديال الشهامه معروف عند المغاربه كاملين. السلام عليكم، زكريا معكم. سمحوا لي على العربيه ديالي راهم شويه مهرسه. اليوم داروا لي تكريم وعطيت الشباب واحد ديمونستراسي كبير، وفرحت بزاف باش نشوف بزاف ديال الدراري الصغار والشباب كيلعبوا كيك بوكسينغ، وهذاك الشيء كتعطيني موتيفاسي كل يوم. وبغى نشكر تا غوفنور تاع كرسيف اللي كان معنا و تا الملك ديالنا، ويمكن في المستقبل تجي شي حاجه زين كبير.